اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامجكم الو مكملين. الكلمه امانه، الكلمه عهد ووفاء وشرف، الكلمه دين، يتوفيه وانت حي يتوفيه بعد ما تموت. الكلمه نور، وبعض الكلمات قبور، خاصه للناس اللي كل شغلتها الكلام. بتوصل امانه، بتشيل امانه، بتصنع وعي بامانه، بتقول حدث بأمانة، بتنقل واقع بأمانة. اللي مش قادر يتحمل الأمانة ما يتحملش حاجة تانية، أو ما يوصمش نفسه بحاجة تانية. امبارح وائل الإبراشي مات بعد أكتر من سنة من الإصابة بكورونا. مات. بعض الناس شافت إن ده انتصار ليها، وأيوة أحسن إنه مات. وبعض الناس شافت إن ما يصحش الشماتة في الموت، وبعض الناس لا حزنت ولا زعلت بس فرحت. لا حزنت ولا زعلت ولا شمتت بس فرحت. فرحت ان حد من اللي كانوا بيشمت في دمهم مات. ناس فرحوا لان نار قلوبهم بردت، لان الراجل ده حرض عليهم وقال ان يوم قتلهم لازم يبقى يوم وطني. بعضهم زي الشيخ محمود شعبان مثلا اللي لسه في السجن، اتسلم عن طريقه جوه الاستوديو وما ادالوش فرصه يدافع عن نفسه ففرحت. تقدر تلوم الناس انها فرحت في موت اللي اذاهم؟ تقدر تتفلسف عليهم وتقول لهم زي وزاره الاوقاف كده وتعمل لهم بيان؟ انا ما اقدرش. بس اللي اقدر ااكد عليه ان انا مش شمتان ومحدش شمتان، لان كلنا هنموت. انا هموت وانت هتموت في يوم معلوم، ولكن هنموت على ايه؟ كنا بندعم ايه وبندعم مين وبنقول ايه؟ زي ما قلت لك، الكلمه امانه. اما ان تتحمل الكلمه بامانتها وتبقى صادق وتبقى واضح مع الناس، او لا مؤاخذه تبقى حاجه تانيه وثالثه ورابعه وخمسه. منهم انك تبقى منافق او محرض او قاتل بالكلمه. الحمد لله نقف قدام ربنا وراسنا عالي، لا يوم شاركنا في تحريض ولا في قتل ولا بكلمة بتخدع حد. بنجتهد علشان نقول للناس الحقيقة. وائل مات عند ربنا، العدل المطلق الذي لا يظلم عنده أحد. اللهم لا شماتة في الموت، ولكن من كان له مظلمة وفرح في موت من ظلمه، أنا ما أقدرش ألوم عليه، وما اقدرش اتفلسف، وما اقدرش انظر واعمل نفسي اقول له لا ما يعيب وما يصحش. لان كمان في احاديث وفي وجاهه لفرحه في موت اللي ظلمه. امبارح مش وائل بس اللي مات، دي كمان تهاني الجبالي اللي كانت مشهوره بمعرفتها لخبايا الاخوان اكتر منهم، لدرجه انها كانت عارفه ان اخو اوباما الافريقي ازرع من ازرع الاخوان المسلمين التنظيم العالمي. الكلام كان خزعبالي كده. ماتت بالكورونا. تعالوا نشوف مع بعض سريعا بعض الاخبار اللي ليها علاقه بوائل الابراشي. وائل الابراشي، قبل ما انسى، وائل يعني ليه علاقه بقضيه كبيره جدا. بناء عليها سنه 93 تم الاساءه لاسم الفريق عبد الحليم ابو غزاله، فريق محمد عبد الحليم ابو غزاله. والفريق ابو غزاله او المشير ابو غزاله عفوا اتشال او ضغط عليه الاستقاله في هذه الظروف. الفضائح الجنسيه لرجال الدوله، تقرير الاسبوع، لوسي ارتين، من ارسلها للكبار؟ اللي كان عيش على الموضوع ده كان وائل الابراشي بتاع لوسي ارتين، وقال ان في فضائح ولوث اسم عبد الحليم ابو غزاله. محمد عبد الحليم ابو غزاله من ابطال مصر ومن ابطال القوات المسلحه ومن ابطال حرب اكتوبر، ما حدش قال له عيب ولا حاجه. يلا عند ربنا وكل واحد ياخد حقه وما يستحق. نسال الله ان تكون كلماتنا خالصه لوجهه، وان تكون ارث لينا يرفع راسنا يوم العرض، ويرفع راس اولادنا بما نتركه لهم من إرث في مسيرة إن شاء الله لا يكون فيها إلا الحق والحقيقة. من هنا اليوم
ما نلقى الله سبحانه وتعالى. سرطان الحنجرة وتداعيات كورونا، كواليس وفاة الإبراشي. كواليس وخفايا بقى، كلام كبير كده، ولكن العناوين الصفرة دي اللي بيقولها هو صدى البلد. سرطان الحنجرة وتداعيات كورونا، مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة وائل الإبراشي، زملائه بيتاجروا بعناوين صفرة ازاي مات وكواليس اللحظات الأخيرة. يعني إصابات بكورونا امبارح كانت كتيرة جدا، ولكن قبل أي حاجة عايز أفكر حضراتكم فيديو صغير جدا في يعني بعض الأسباب اللي خلت الناس تفرح امبارح، بعض الأسباب اللي خلت الناس تفرح في موت وائل الإبراشي. أنا مش قيم على حد ومش بقول صح وغلط، أنا بقول لك ليه الناس فرحت في، أو بعض الناس فرحت في وفاة وائل الإبراشي. ورينا كده الفيديو، خلينا نشوف مع بعض حجة الناس أو بعض الأسباب اللي خلتهم يفرحوا في موته. وحتى في اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعه من الاعلاميين اقترحت عليه ان نحول هذا اليوم الى يوم احتفالي، لانه يوم فض الاعتصام هو يوم استعاده هيبه الدوله. الاعتصام الدموي المسلح في ربعه وفي النهضه كان اعتصاما بمثابه دويله داخل الدوله. بفض الاعتصام يوم قتل الناس، هو اقترح انه يكون يوم قومي او عيد قومي، استعادة هيبة الدولة في وجهة نظره على دماء الناس، على دماء المصريين. يعني على الأقل وفقا للدولة في حوالي 1000 واحد اتقتلوا في اليوم دول، في اليوم ده، هو مش فارق معانا. طيب الشيخ محمود شعبان لما حاول يدافع عن نفسه قال له اديني فرصة دافع عن نفسي، ما ادالوش الفرصة دي، وقعد يقول له بطل حركات المهرجين والمش عارف ايه. فقالها له محمود شعبان، قال له انا خصيمك امام الله سبحانه وتعالى. اعلم انني ساموت وانك ستموت وسنلتقي انا وانت بين يدي الحي الذي لا يموت. هزعل منك ولا لو زعلت منك مش هيحصل. طيب هتضغط على الزناد؟ والله هقول حسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله هقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا خايف انت اللي تكون خايف انت اللي تكون جايب لنا ناس تضغط على الزناد. تسلم، جزاك الله خير. في عربيه ميكروباص ولا حاجه؟ جزاك الله خير. طيب اتفضل. انا مش عاوز اقول حسبي الله ونعم الوكيل، لو قلت لها ثمن عند الله عز وجل. طيب لها ثمن عند الله. وانا كنت يا اخي والله ستحاسب بين يدي الله، والله انا خصمك بين يدي الله. مش عاوز ندافع عن نفسي، ما تشوف مش عاوز ندافع عن نفسي. سجلك الدائم. طب ما تسمع، لا تكن حكما، المفروض ان حضرتك تكون منصف. اديني فرصه دافع عن نفسي، انا خصيمك امام الله. ربنا يعني يقينا ويبعدنا عن 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 المواقف دي، مواقف تقيله ان احنا نشارك في ظلم الناس، مواقف تقيلة. على فكره في وجهات نظر تختلف وتتعارض ويعني تتنافر كمان، الا الدم، الا انك تحرض على الدم. علشان كده اللي فرح في موت وائل الإبراشي انا مقدر مشاعره، لانه فرح في دمه بعد ما حرض عليه وبيطالب ان اليوم ده يبقى عيد وطني. الإنسانية مهمة، الرحمة مهمة، الخوف من ربنا